الناس ما بتنساش. انا ابتديت كلامي قلت لحضراتكم كده، وفي التقرير ده يبان ويأكد لحضراتكم على فكرة انه الشخص المحترم بيحترم نفسه في المقام الاول والاخير، فيجبر الناس كلها على احترامه. شفنا التعليقات دي مش بس من جمهور الاهلي، لا كمان من زملكاوية فاكرين كابتن محمود ابو الدهب وبيحبوه وبيحترموه، وفاكرين اجوالك يا كابتن محمود. يبدو جون اسماعيليه معلم مع الناس، يعني طبعا كل الناس عارفه انك مدفعجي، بس جون اسماعيليه كان عامل شغل. لا انا عايز اشكر اي حد قال عليا كلمه كويسه فعلا، وممكن زي انا كنت لسه بقول لك احنا بنحترم جماهير كل الانديه. طبعا طبعا، لان احنا زمان يا استاذ احمد ما كانش عندنا الدنيا مفتوحه كده، او السوشيال ميديا الوقت اللي زي اللي بيحصل دلوقتي. كنا بنحترم الناس وما كناش بنسمع للجماهير، احنا كنا بنلعب كوره عشان نمتع الجماهير سواء للانديه اللي كنا الدنيا بروح. اختلفت ما بين دلوقتي، اختلفت بين دلوقتي وبين ايام الكابتن بشكل كبير جدا. احنا كان الهدف ان احنا كنا بنلعب كره لكوره، في ناس كانت تزعل احنا عايزين فلوس او عايزين، بس بنكسب عشان ناخد المكافاه بتاعتنا او بناخد الراتب بتاعنا، لكن في الاول وفي الاخر احنا بنلعب للمتعه، ان احنا نمتع من نفسينا ونمتع جماهيرنا. انا عايزك تحكي للناس انت ازاي خدت القرار انك انت تكمل في، يعني نادرا ما المدافعين ممكن يطلعوا في 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 وقت مثلا الفريق خسران وخلاص فاضل خمس دقائق، فالفريق بيفتح خطوطه كلها ويهجم، فيطلع تلاقي مدافع موجود في منطقه الجزاء، او في اوفرات مثلا كورنر فتلاقي المدافع طويل مثلا او بيلعب براسه كويس فيطلع قدام، لكن انك تاخد الكره من نص الملعب كده. بص، هو سؤال حضرتك ده سؤال جميل جدا بامانه، لكن عايز اقول لك ان انت كان معاك لعيبه فاهمه كويس جدا، وكنا بنتفق مع بعض لو محمود هيكمل يبقى هادي خشب يستنى، او ان محمد يوسف يستنى، او سمير كمونه يستنى، فاحنا كنا بنغطي بعض طول الوقت او بنحافظ على بعض طول الوقت. فانا كان عندنا اتفاقيه ان احنا مثلا في الملعب، احنا كنا على فكره قبل الماتشات ولو جبت اي نجم كان بيلعب في الوتره دي مع النادي الاهلي هيقول لك ان احنا كنا بنقعد مع بعض كتير، وكنا بندرس الفرق اللي احنا هنلعبها، يعني خط الدفاع كان بيقعد مع بعضه، نص الملعب كان بيقعد مع بعضه، الهجوم بيقعد مع بعضه، في الاخر بنتجمع كلنا مع بعض اجتماع واحد. كنا بنعمل، لو انا كنت بتكلم مع الكابتن هادي خشبه لو انا اتقدمت انت هتستنى لا او يا كمونه ده غط عليا، فاحنا كان في تفاهم في الملعب او في لينك بيننا وبين بعض ان احنا بنتكلم كتير. الحاجه الثانيه يا استاذ احمد ان كانت الفرق لما كان بتلعب احنا عارفين ان الاسماعيلي هيهاجم على ملعبه، فانت الناس اللي بتبقى جايه من تحت لقدام مش مراقبه او ما انتش في دماغ ان انت ممكن هتبصيها وتقف، لكن في الوقت ده الاسماعيلي اول دقيقه لقينا الاسماعيلي ضاغط بشكل كبير جدا بكل خطوطه، فالدنيا مفتوحه، فربنا كرمني ان انا قطعتها. كان عندهم فرود اسمه مجدي الصياد من الفرودة كويسه جدا، قطعتها منه والاسماعيلي كله في حاله ايه؟ هجوم، فالدنيا مفتوحه، فعملتها 1 2 مع هشام مع حنفي، فلقيت السكه فاضيه، فهو حطها لي في حته مساحه فابتديت اخدها، فلقيت السكه فاضيه، فاول يعني بلغه الكوره المدافع باع نفسه فرقصته، فالتاني جاي بيكمل كان الله يصيب الخير الكابتن فوزي جمال، فحطيتها من وراه. الحاجه الثانيه بقى الاحسن ان انا رد فعل سيد السوركي كان حارس مرمى الاسماعيلي ابتديته هو يطلع، فانا حطيتها قبل ما ياخد رد الفعل بتاعه. فيمكن ده من الاجوان يعني كان في قرار. انا بسالك قبل الهوا ده احلى جول؟ انا قلت لك ده في رايي الشخصي طبعًا. واحد من احلى الاجوال انت جبتها، قلت لي لا في احلى منه. هو هدف تاريخي بيعتبر تاريخي، لان انا عايز اقول لك على حاجه، كان ساعتها الكابتن محمود الخطيب كان موجود في منتخب مصر يمكن اشاد بيه جدا وقال لي من احسن الاهداف اللي انا شفتها في الدوري المصري. طبعا يعني دي شهاده وسام على صدري لما الكابتن خطيب بيقول لي حاجه زي كده. كان ساعتها مسافرين الكويت، كان عندنا مباراه وديه وبعديه بقى التاني يوم يعني، فهو اتكلم على الهدف ده بشكل كبير جدا. فطبعا لما حاجه تتقلم الكابتن خطيب حاجه زي كده يعني حاجه انا سعيد بيها جدا. لكن في اهداف تانيه ان انا جبتها مع النادي الاهلي برضو في المصري، وجبت يمكن جبت جون في العصام الحضري هنا وهناك في دمياط وفي النادي الاهلي، وفي اهداف مع النادي المصري، لكن هو الهدف ده عشان معلم مع ناس، عشان نادي الاسماعيلي نادي كبير، وبعدين كانت النتيجه كبيره جدا ان انت تكسب 6-0 في اسماعيليه، فدي في حد ذاتها انجاز او حاجه كبيره جدا يعني. صحيح.